هنا اروح ما اعرف اعالج نفسي فتقذف بنفسها الى المعالجين. قد يسخر لها الله سبحانه وتعالى معالج في قلب في 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 داخله قلب انسان فيعالجها. وقد تصطدم بانسان هو ذئب في حقيقته. وقد تصطدم بانسان جشع ياكل من اموالها ما يستطيع. وحدة تخبرني تقول أنا أدفع للمعالج، أنا وزوجي أدفع للمعالج شهريا ما يقارب 100 ريال مدة سنة كاملة. سنة كاملة تدفع له راتب شهري 100 ريال، يأخذ على الزوج 50 ويأخذ عليها هي 50. وعندما نتكلم طبعا نحن لا نعمم، هنالك من المعالجين من هم فعلا يعني يحملون هموم الناس، ولكنهم لما تفرغوا لذلك أخذوا أجورا. نحن لا نقدح في هؤلاء، وإنما نقدح في الذين أضاعوا سيرة الجميع. ابتزاز، هذا يبتزون الناس. ولذلك نوجه الناس إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع الواقعة على الواحد. كم من الحالات عندما بدأت تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ذهبت عنها الكثير من الأعراض.